تروح مني منك وتذهب الحين أنا وياك ابن العاب. لا تروح مني منك وتذهب الحين أنا وياك ابن العاب. الحين أنا وياك ابن العاب. تراك تكسب امشي على وصفي وشارك سوالفي كاميرتك انت يلا صور لي سيلفي خليها فله سويها فصله حركات وناسه في جراج عبد الله مساء الورد. اهلا وسهلا فيكم. حياك الله. حياك الله فنان القدير حبيبي حمد العماني الفنان الخلوق الميكانيكي هالمره اللي راح نشوفه ان شاء الله في برنامج جراج عبد الله. اول شيء يقول دائما وابدا بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي حلقتنا اليوم مع فناننا الخلوق حمد العماني مولع ومكسر الدنيا، لكن اليوم ان شاء الله في الجراج راح يولعها بطريقه خاصه، بعيد عن اجواء الفن، بعيد عن اجواء المسرح، بعيد عن كل اجواء خنجر اليوم ونشوفه ميكانيكي داخل جراج عبد الله. حياك الله اول شيء. الله يحييك. شنو حاب تقول حق الناس وتبارك لهم الشهر؟ كل عام وانتم بالف خير ومبارك عليكم ما تبقى من الشهر، وان شاء الله نضيف اليوم عند عبد الله جراج عبد الله، وان شاء الله تستمتعون بالحلقه. كل عام وانتم بخير باذن الله. ان شاء الله نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم دائما عن طريق الاس ام اس لدول الوطن العربي كلهم بارسال المسج بالعربي كاف بالانجليزي جي. طبعا لا ننسى المعلم العود اللي دائما يكون ويانا من بدايه رمضان حمد تو تعرف عليه وهو من غير الجراج ما يمشي. علوش هلا مدير. هلا حبيبي. هلا والله. احنا بما ان جراجنا لا بما ان جراجنا قاعد يكبر زين فلقينا لنا ميكانيكي نبينا ثلاثه اربعه بعد عرف شلون؟ اوكي نجيب ميكانيكيين وايد ان شاء الله. لان تدري شماخر طالب من عندنا عنده سباق. علوش الحين راح يكون ويانا ان شاء الله وراح يساعدنا مع الاتصالات حمد. بالاخير علوش هو اللي راح يقيمك كميكانيكي، كم بالمية انت تستحق انك تكون ميكانيكي مع اتصالات الناس ومع الالعاب اللي راح نلعبها داخل الاستديو ان شاء الله. اوكي عندنا خمس العاب، المشتركين والمشاهدين دائما عارفين هذه الالعاب. بالاشمره والابتسامه مع حمد كل شيء راح يكون جاهز ان شاء الله. راح نشوف الاتصالات، جوائز كلها كاش، بالإضافة إلى جائزة مقدمة من يمناك كونسيرج كلاسيك بقيمة 100 دينار لمدة سنة كاملة. حمد عنده هدية غير الهدايا اللي أنا وزعها، والجوائز كلها كاش. وحسين بسنا فلوس يا حسين همون. حلوة إن شاء الله. ناخذ أول متصل، خلينا نشوف حمد وياه. يلا أوكي. يلا حمد تعال وياي. ألو زعلان مني؟ الناس يدرون إني مو طويل. أوكي. أسامة من سوريا. والنعم. هلا والله أسامة. هلا حياك الله. هلا 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 فيك. كل عام وانت بخير. كل عام وانت سالمين. وانت بخير صحة وعافية. وسام مثقل فطور كأنك مثقل مو راضي تركز. يلا ان شاء الله. مبين. زايد شنو سيارتك وسام؟ تفضل. شنو سيارتك؟ كيا. حلو. حلوين حلوين. شكل حلو صار هالايام. يلا خلينا نشوف يا بعض اللعبة ونختار ونقول بريك. تفضل يا وسام. مثقل مثقل مثقل. قول بريك. أسامة. بريك. لا تنام بس علي أهم شيء. بريك. بريك. تركيب الخطوات يا أسامة. إسبانات. حمد الروح. الروح. يلا أنا ويا حمد راح نروح حق الإسبانات. أسامة اختار رقم. يلا. وحمد هو اللي راح يفتح لك المسمار أو البرغي على قولتهم. يلا. نعم. اختار رقم أول شيء. صوت تلفزيون عالي اسمعني من التليفون يا اسامه ما عليك امر. الرقم 17. وينه 17؟ اوه برقي عود. اوكي يعني من اللي فوق. ماشي ما عليك امر. قصر صوت التلفزيون علشان فيها وقت، فيها تايم، لا يروح عليك الوقت يا اسامه. وطي الصوت. يلا ايوه ايوه خليك كذي وطي الصوت.
هذا الزبانه منو في اوكي جايبينها هني بسم الله العيني كلياتها هوني والله معلوم عطنا من 1 ل 15 وراح تكون بيد حمد يلا 15 15 اكبر وحده تفضل خلينا نشوف تفتح ولا لا كذي ايوه ايوه كذي ترى 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 يفهم الريال هل انسان ميكانيكي برافو عليك حلوين حلوك لعبتك هذه حمد ترى ما تفتح فوز انا مالك قاعد اشوف ريال شغال لا 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 هذا بوينت قوي حلوك سجل عندك ان حمد يحاول صدق يفتح هذا الورقه احنا بس شكرا لحمد العماني حبيب قلبي الله يسلمك ربحت يانا 300 دولار ومن حمد 50 50 350 الف مبروك تستاهل ثانك يو فيري ماتش ناخذ بعد اتصال ماجد هلا السلام عليكم اهلا ماجد من اليمن حياك يا عبد الله حياك الله يحييك كيف حالك وكيف اهل اليمن الحمد لله والله الحمد لله شنو فطوركم كان اليوم فطورنا والله سمبوسه وتمر وفطور بالعافيه خفايف خفايف حلوين يلا انت مع الفنان الكبير حمد العماني راح تشارك ماشي يا عمي حياك 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 الله يحييك نق رقم لا 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 خليك من هذه ها شنو الحين خنشوف خنشوف الدوامه يلا كل شيء نعذر فيه حمد كل شيء نعذر اول مره يلا قول بريك بريك نفسك شفت شلون اختار رقم نخاف منك انت ما ادري والله اخاف زين قول لنا اخر لعبه شنو شنو اخر لعبه ممكن شنو تطلع دام انك تعرف الالعاب شنو اتوقع برد هني والله اذا صارت فيها انه اقرا عليه يلا اختار رقم رقم 4 رقم 4 4 اوكي البلاك هذا اوكي هم من فوق هم من فوق صح صح لا نظره الرياله نظره سجل علوش بسم الله ويا التايم يلا اختار سبار كم 7 7 هاك حمد تفضل سبعة هذا شوف لا صغيرة بعد اختار رقم ثاني أكبر أكبر صح تسعة تسعة تفضل أعطني هذه أيوة يلا شوف لا هم بعد أكبر أسرع أسرع يمان عشرة عشرة هذي عشرة هم ها اطمر اطمر ثنتين ناخذ 12 خلينا نشوف 12 يلا 12 عبد الله اسرع والله لا لا اسرع اكبر بوحده 14 خذ ها ها يا سلام حلوين 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 يا ولد اليمن حلوين الله يخليك كبير كبير يا باشا شكرا لك 300 دولار في هذه اللعبه ربحت ويانا كاش و50 يا سلام 100% ريال للحين ما في ولا غلطه من حمد العماني 350 دولار لأهل اليمن شاركوا تواصلوا ويانا بإرسال المسج كاف بالعربي جي باللغة الإنجليزية نريح شوية ونرجع مع الاتصالات ردينا وياكم من بعد الفاصل مع ضيفنا لليوم الفنان حمد العماني ولكن نشيل مصطلح الفنان اليوم ونحط الميكانيكي اول اختبار له حمد لا سمح الله ايه؟ راعي مواتر انت ولا والله مو ذاك الزود في ناس يقول لك انا عندي السياره وسيله اروح من مكان لمكان وفي ناس ايه؟ يقول لك لا والله انا موهبه هذه احب اسوق سياره كشخه سبورت ولا كلاسيك فانت من اي نوع والله سياره وين ما توديني انا احترمها ترى بطلع وياك مره بشوف شنو سيارتك بنطلع نشوف بس انه ما يعني ما احترم السياره كلش وين ما توديني انا وياها سياره اللي تمشي هذه اوكي انا بالنسبه لي حلو والتكييف يكون بارد بس اهم شيء طبعا على جوله لازم سياره تمشي والتكييف يكون بارد حلو اقنعني تقريبا نقدر نقول اقنعني ولا انا مو من هالنوع كلش زين لو لا سمح الله دق سلف حمد بنطلع من الراي واذا صارت احنا ما لنا شغل ايه وخنست البطاريه وعندك اشتراك انزين وانا حطيت سيارتي قدام شلون حمد يقدر يصلح البطاريه حلو شنو الخطوات اللي نسويها خصوصا نبي نشحن البطاريه خصوصا رساله حق البنات شباب يدرون وصل المسج هذا يلا السالب على السالب والموجب على الموجب هني في مثلا موجب ندور الموجب اي لون السالب ولا موجب اي لون الموجب احمر والسالب اسود حلو الموجب على الموجب
اوكي كذي هذه الطريقه خلينا نشوف شلون يركبها. ايه اشتغل. ايه هذا حلو. الاسود والموجب والموجب على الموجب بس ثبتها بس كذي زين. احنا ثبتناها. في ناس تجهل شنو يسوون بعد هذا الشيء. شنو ممكن نسوي بعد ما نسوي كذي؟ بس دق سيارتك سلف على طول مع بنزين. نريح تقريبا ثواني لما تشحن البطاريه وندق سياره سلف. زين تشتغل ويانا ميكانيكي؟ ليش لا؟ الراتب اللي نعطيك اياه كم نعطيه؟ 200 دينار بالشهر و50 50 هذه مالتك انت زايدها. اي طبعا 250 دينار ما توكل الخبز كلش. ناخذ متصل عبد الله من الكويت ويانا. سمي هلا العبد. هلا والله بالسمي. هلا بالغالي. هلا فيك. ما عليك امر بس اخذ حمد ونروح نلف لك لفه كذي تنطرنا عند الدوار. يلا حياك حياك عبد الله. من وين انت؟ من الكويت. قصدي وين تحديدا بالكويت؟ بالشهداء. بالشهداء جنوب السرة. دخلتكم وطلعتكم بعد الفطور يبوي. لا اسهل شيء من السادس. من السادس ممكن بس هم يوقف الشارع. بس الله يعينكم كلكم ان شاء الله. حبيب قلبي راح يكون وياك فنان حمد وراح نشوف لعبتك. اوكي هلا والله حمد. تفضل. هلا والله. هلا فيك. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. كل عام وانت بخير وانت بخير صحة سلامة. الله يسلمك. نشوف اللعبة. يلا تفضل. يلا حلوين. عشان تعطيني سارة مو بس انا حتى الضيوف اللي يجوني يطالعون هناك. ما بس تقول طالع الكاميرا انسى. قول بريك يا سمي. بريك بريك بريك. الله حلو. علقت بس مع الميوزك على الريفيرس. انا ويا حمد راح نركب السياره ونسمعكم اغنيه. اوكي ماشي ماشي عمي. يلا تفضل ماشي. اركب يا حمد. العبد هلا والله. راح نيك الشهداء. حياك. الله يحييك. ترى قراب احنا. انا لازم اربط الحزام عشان في شو اسمه امن والامان. اي احنا كلها برنامجنا ميكس. يلا تسمع يا العبد؟ ايه وياك وياك. خلنا نسمع وحمد يساعد. والله مو هين. عطونا تايم. هذه شنها مصرية ما ادري والله. لا لا والله لو اعرفها كان ساعدتك والله. اسم المطرب فارس. فارس كرم؟ لا فارس شنو؟ ها ساعدنا سمي. طويل العمر ايش رايك؟ نسمعها بعد شوي بس مبين على صوتك حلو. تغني لنا شوي من ربحك. وين يا عمي وين صوتي حلو؟ والله صوتي حلو. حمد صوته حلو. حمد وين على باب الله انا؟ لعبوا باصات حق بعض. ها قصوا علي. يلا غنى العبد غنى. وين لا وين صوتي حمد؟ يبغى نسمع حمد. نبي تسمع حمد؟ لا كلش كلش. ها كلش. انزين اسمع الاغنيه ولازم تعرف اسم الاغنيه على الاقل مع الميوزك. يلا سمعونا اياها. يلا العبد. والله اول مره. اول مره تسمعها؟ اي والله. زين شنو قال؟ ماي شنو تبيني ما ادري. لا شوف انا ما اعرف الاغنيه. انزين حلو بس كنا خاف الله. اي خاف الله. خاف الله عمي صح. حبتين لك حبتين تستاهل يا ولد الشهداء. البركه. الله يبارك فيك. الف مبروك. كوبون مقدم من يمناك بقيمه 100 دينار. هذه لك الهديه تستاهل. كم؟ بقيمه 100 دينار الكوبون هذا. اوكي اوكي. اذا تبي تعطي 50 شيء رجل. لا يستاهل 50. 50 دولار من حمد. حلوين. الف مبروك يا العبوه تستاهل. بس قصينا على بعض. ها بطل حزام وبطل. يلا ننزل ناخذ بعد اتصال حمد. الاتصال من الى لك. خلينا نشوف. يلا الحين خذينا بروفات على الاتصالات. اوكي معاك سمر من اليمن. والنعم. هلا والله سمر. الو السلام عليكم. سلام يا هلا كل عام وانتم بخير. مساء الخير والورد والفل والياسمين. الله يسلمك ومبارك عليك. باقي باقي بوكي يعني بيت لك. تحيه خاصه للضيف على راسي والله. على راسي. الله يسلمك.
تسلمين. والله يا اخ عبد الله انا من بدايه رمضان وانا احاول اشارك ما يحالفني الحظ، واليوم بشرنا سجاد فوق ما تتصور. ولله الحمد. ابي تعوضني، ابي الخساره كلها تعوضني. ماشي، كم طلعت يعني فوايد خسارتك؟ اللي يطلع منك ما شاء الله. ان شاء الله ما نقصر معاك يا بنت اليمن. باذن الله. وضيفنا اليوم ان شاء الله حيكون فيه الخير والبركه. لا تحاتي. خلينا نشوف. يلا. قولي بريك. بريك. مع انه ما شاء الله الاتصالات كثيره من اليمن بس ما لك حظ فيها. سكتش، ركزي وياي، فيديو بعض المعلومات وفي سؤال واحد بس عند حمد راح يسالك. هذه لعبه صعبه يا عبد الله. ليه والله سهل. صعبه جدا. وما هو السهل من وجهه نظرك؟ لعبة اللوح. أصعب منها والله. والله ما مصري. خلينا نشوف يما والله سهلها. والله علشان حمد. لا تحاتين. علشان حمد؟ على راسي. شنو تبي أنت؟ أوكي نروح. يلا قالت علشان حمد وناطر من أول رمضان. علوش. هلا مدير. هلا مدير شنو؟ مدير هذا خلاص مدير الحين. أوكي. أني باللوحات حق أنت وين من اليمن؟ الحديدة. الحديبة والنعم. يلا جايب لك لوحة فيها واحد من اليمين واحد من اليسار، ثلاث أرقام بالنص، الرقم اللي يم الواحد يم كلمة الكويت، فوق الواحد تحت الخمسة. فوق الواحد تحت الخمسة. لا ثلاثة. ثلاثة كبيرة. أول رقم صح. الرقم اللي بعده اللي بالنص دبلي. بس قالت ياها دبلي ثلاثة تحت التسعة وفوق الاثنين بدون لا تقول. قالت دبلي ثلاثة. يبين رقم ملكي هو. اثنين. دبلي ثلاثة اثنين. ايش المدرسة اللي انت دارسة فيها؟ كيف؟ دبلي ثلاثة قالت دبلي ثلاثة. ثلاثة. حطي ثلاثة ويا ثلاثة. يطلع كم؟ ستة. 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 حلوين. آخر رقم. تحت العشرة وفوق الأربعة. فوق الأربعة وتحت العشرة. فوق الأربعة وتحت العشرة. ها؟ حلو. تسعة. لا لا لا. ماذا قالت؟ ثمانية. لا لا لا. خلت على تسعة. خلت على تسعة. لا تغيرين رأيك يبا عطوها اليمن. تستاهل. خلاص ورنا اللوحة. واحد ثلاثة ستة تسعة. آخر رقم. واحد. وين الطردية؟ إيش؟ ما نبي طردية. انت فسه وتبين ترضيه؟ اكيد. ما بيصير ايه؟ انكم كرماء. احنا كرماء ودباء. اي تبي 300 دولار تستاهلين هذه التعويض. وتستاهل 50 زياده. تستاهل 50 من حمد ترى على حساب الخاص هذا. ترى ال 50 ياخذهم من معاشك. اوكي مثل ما يسوي وياه ياخذ من معاشك. 350 دولار لك هذه هي الهديه. بريك صغير وبعدها راح ندردش انا ويا حمد عن مواضيع كثيره. بريك. لازم نجيب شاي يعني. هذه الجلسه اللي نقدر احنا نقعد فيها مع الضيف خصوصا في برامج تلفزيونيه غنفات واشياء طيبه. احنا نقعد هذا حدنا قراج بعد طبعا. زين نبي نسولف وندردش قبل لا ناخذ الاتصالات ونشارك ويا المتسابقين. نبي نتكلم عن حمد العماني اجواء الرمضانيه. شنو الروتين اللي انت دائما تسويه في رمضان؟ والله دائما قبل الفطور اكون كله بالبيت مع الاهل وكذي. ايه؟ لان بعد الفطور على دائما يصادف عندي بروفات وكذي كل سنه. أوكي. بس هالسنه بروفاتي صارت قبل الفطور خصوصا ان مسلسلنا مسكنك يوف يدش علينا رمضان واحنا للحين ما كنا خالصين منه. ايه؟ فتو خالصين يمكن تقريبا صار لنا اسبوع ولا. فصار الروتين قبل الفطور بالبروفه مسرحيه بياع الجرايد قاعد نجهز لها حق العيد ان شاء الله. فهذا قبل الفطور. بعد الفطور عاد مع الربع الاهل ديوانيه ساعه نخلص شغل المسرحيه. انا سمعت ان حمد العماني راعي دواوين. اي والله احب يمعة بيتوتي راعي دواوين صح ولا لا؟ اي والله. بتدش المطبخ؟ والله ادش بس بالسفر. تأذي؟ لا مو بالسفر قصدي دش تأذي الداحر شنو فطورنا اليوم ليش ما سويتوا كذي؟ لا والله هي دشه واحده بس اسال شنو الفطور واطلع يعني كلش نهائيا نهائيا. انزين قلت لي عندكم مسرحيه ان شاء الله. ان شاء الله بياع الجرايد. كلمني عنها منو اللي وياك وين المسرح؟ مسرحيه بياع الجرايد بطوله بثينة الرئيسي حسين المهدي ليلى عبد الله ميثم بدر نور غدير السبتي صادق بهبهاني اخراج عبد العزيز صفر والكاتب الكبير بدر محارب.
على مسرح تنمية المجتمع إن شاء الله بالقصور. 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 إن شاء الله يا رب. وسمعنا إن إنتاج منه؟ شراكة أنا وأخوي صادق بهبار. حلوين. جاينا اليوم ميكانيكي وما شاء الله هو منتج. إن شاء الله. علوش. بزيد راتبك عشان أبين إني أنا يعني 200 دينار. لقيت فكرة أنا. شنو؟ فكرة. إيه؟ أهد جراجك. ويا المسرحية ويا. حياك. حياك. أكون جريدة مو مشكلة. أوكي. أكون جريدة. والله العظيم حرام عليكم. يبي يكون جريدة. غير إنه أقول قبل يومين كان عندنا حلقة خاصة ما تقرقعان صار سبونج بوب. حلو. وايد خلاص الحين. هو اليوم نفسه بسوي لك عليه. هو اليوم حق نفسه الحكي. الله يوفقكم إن شاء الله. يعطيك العافية. قعدنا وايد. نرد مرة ثانية حق المسابقات إن شاء الله. ترقبوا فناننا حمد العماني مع كوكبة من النجوم في مسرحية بياع الجرايد وأول عدد بالجريدة علوش. ناخذ متصل مشاري من الكويت. مشاري. هلا مشاري. يمكن أصغر مشترك في البرنامج من أول ما بلش رمضان. مشاري عمره 10 سنوات تقريبا صح؟ أي. حبيبي يا مشاري. تلعبوا يا حمد؟ كيفكم؟ يلا يلا مشاري خلاص دش على الجو عشان نختبره. شلونك مشاري؟ زين. شو اخبارك؟ تمام. يلا نلعب؟ اي يلا يلا خلينا نشوف اختيار اللعبة. ابي اقوى بريك منك يا مشاري. بريك ناري. اوكي يلا. ها بريك. ايه اللوحات. لوحات السيارات وليش مو مغيرين لوحات السيارات. مشاري تعرف اللعبة؟ اي اعرفها. شطور. ترى اخذها من سيارتك هذه. يلا حمد نبيك تهوس ويانا. يلا اوكي. نقول فوق كذي وتحت كذي. ها هوسه هوسه. حمد اوكي. يلا رقم 4 وعندنا رقمين ناقصين و3 ورقم ناقص. مشاري الرقم اللي يم 4 فوق الواحد تحت الخمسة. فوق الواحد تحت الخمسة. فوق الواحد تحت الخمسة. فوق الواحد تحت الخمسة. بعد انزل شوية. اثنين. حلوين. حلو. اول رقم صح. الرقم اللي بعده يلا قولها. شنو فوق الاثنين وتحت التسعة؟ انا اللي اعطيك معاش. فوق الاثنين وتحت التسعة. يقول راح تصدق بيمثل. يلا فوق الاثنين وتحت السبعة. سبعة. تحت السبعة. سبعة مو بعد. واحد حبة. ستة. ستة يا كبير. اخر رقم عند حمد. اخر رقم اللي هناك اللي تحت العشرة وفوق السبعة. ها فوق السبعة وتحت العشرة. فوق السبعة وتحت حصر لك اياهم يا مشاري. خلوه ما يخالف صغير. ها ثمانية. ثمانية. حلو. لف لنا اللوحة. يا مشاري يا عيال منطقة انت وين ساكن؟ القرين. كلهم القرين. شنو كلهم؟ في مناط وايد يا جماعة. وين ساكن؟ سكة؟ وين راح مشاري؟ حلوين. كاني. يلا حبيبي ربحت انا جائزة مقدمة من يمناك بقيمة 100 دينار لمدة سنة كاملة. ألف مبروك يا مشاري ويعطيك العافية. يستاهل 50 من حمد. $50 إذا الجائزة يمناك بالإضافة إلى $50 مقدمة من ضيفنا طبعا من البرنامج تحديدا. وضيفنا هو اللي يهدي عشان خلى وراه انتاج ومسرح ويشتري جرايد. يلا ناخذ بعد اتصال. علي من اليمن. نعم. اهلا وسهلا يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا. مبارك. كل عام وانت بخير. وانت بخير. مبارك عليك ما تبقى من الشهر. علينا وعليكم. حبيب قلبي. ها نلعب؟ نعم. توكل على الله. الله بسم الله. مركز كثيرا. بريك. بريك. جي بي اس. انا اقول لكم شنو سالفة الجي بي اس. راح نطلع من الكويت ونروح حق دولة معينة ونسأل سؤال. اوكي عمي. بدون المساعدة. لا تحاتي. ساعدني ضروري. بدون المساعدة لا تحاتي. اعتمد على نفسك يا راجل. اوكي. يلا. لا. يلا خلينا نشوف. يلا طلعنا من الكويت. ايران. تابعت كاس العالم؟ اي طبعا. تابعت كاس العالم؟ نعم. المباراة الاخيرة اللي شاركوا فيها ايران وراحت عليهم كانوا ضد منو؟ اعطني النتيجة. تايم.
ساعدك يلا اخسروا 1-0 على اخر شيء من منو واللي قول عليهم افضل لاعب بالعالم اكثر من هذه مساعده الجول اللي هي كذي لا على المتابعه ها الارجنتين الارجنتين برافو عليك يا ولد اليمن شكرا جزيلا سهله جدا البركه حلوين انا من عندي 200 وخمسين خمسين يعني كم صاروا كلهم هدية منك يا حمد قول له ربحت كم 250 250 دولار ألف مبروك شكرا جزيلا قبل نطلع بريك ودائما يكون عندنا بريكات سريعة كذي نرجع وياكم مع الاتصالات عندكم مسرحيات كثار في العيد صح. تنافس شديد في العيد أنا الحين قاعد أكلمك منتج ها كني بطلع من الببيه الجراج حياك الله يحييك يا رب تتوقع في مشاهدة أو تواجد جماهيري كبير والله بالعيد يعني من يبلش العيد موسم مسرح عندنا هني بالكويت ايه؟ كل المسرحيات إن شاء الله إن شاء الله الله يوفقهم ووفقنا معاهم شو تقول للجمهور رسالة حق الجمهور حياكم الله وايد في مسرحيات وايد في خيارات روح حق نجومك شوف المسرحيات الأفضل وروح لها وإن شاء الله راح تستمتع معنا ومع الكل إن شاء الله إن شاء الله يستاهل حمد والزين يفرض نفسه بريك شوف حمد احنا التكنولوجيا شلون ننزل كاميرات اذا تبيني اصور اعلانك اعلانكم مسرحيه خلاص خلاص لا اي والله كنت قاعد اسوي لك حركات يعني اني انزل واصعد الكاميرا اذكر بطرق التواصل والمشاركه كاف بالعربي جي باللغه الانجليزيه شاركون تواصلون يانا في برنامج جراج عبد الله دائما على شاشه تلفزيون الراي من الساعه 12 لغايه الساعه 1 بينت النتيجه تقريبا ويانا مع حمد يقدر يكون او ينفع انه يكون ميكانيكي ناجح في ظرف يكون طارئ مع ربعه ان شاء الله ما نبي نقول جراج بس مثلا يوم الايام حمد صار لك موقف بالحر حلو احنا دائما نقول بالحر لان نشوف شلون نضك الناس بالحر وصار لك موقف بالسياره وانت عارف شنو الغلط في السياره بنشر حلو تركب بنشر انا صار لي موقف ولا علشان ما اقدر انا كفنان اصلح بنشر لا 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 ما له علاقه راح تشوف العموم يصفط وفي ناس قاعدين كذي مثلا مده طويله ما يقدرون يسوون صار لك موقف صار لي موقف كلنا الموقف اللي صار بعز الحر من كم سنه بنشرت سيارتي حلو وحر موت انزين. اللي مالي خلق انزل كان ادق على واحد من الشباب مرني ورحت وعقبها نسيت السياره ولا عادي لا واحد من الربع يعني عادي انزين ونسيت السياره نسيتها فتميت اروح ورد مع الشباب وكذي عقب فتره مار شارع كان اقول له لا وقف شنو سيارتي انزين وقفنا ردينا ولا سيارتي صج ولا انا ناسيها وكلها لزقات عليها فمن الحر وكذي والواحد ما له خل انت كم سياره عندك لا سياره واحده تصير في بس ربادي شوي انا اشوف واحد ينسى اقلام بمكتب ينسى تيشيرته ينسى سيارته لا سيارتي ناسيها مره بالمسرح لا ناسي سيارتك على سيارتك بالمسرح مره حلوين انزين ابي اقول لك شغله منو تتوقع من الفنانين ربعك اللي تحس انه ينفع لما يصير ميكانيكي لايك عليه بلا صوت كذي نفسي كامل والله ميكانيكي ايه حسين المهدي حسين المهدي حسين المهدي والله انا عاد يا بالي ممكن حسيت انه ممكن تقول حسين المهدي ليش حسين المهدي لايك عليه لايق عليه لا ولا هو شاطر بهالسوالف هو بتاع كله يعني على فكره هو لانه يفهم مره قعدت وياه قال انا يعني بالبيع والشراء بالسيارات شاطر بهالسوالف يعرف بهالسيايير خلاص ان شاء الله ني يوم من الايام ونشوف حسين المهدي داخل عندنا في الجراج ونختبره ناخذ اتصال الو ايش الحياه مريم سلطنه عليكم والنعم سلامي هلا سلامي هلا حالك اخوي حالك اخوي عبد الله عبد الله حمد ويانا حالك اخوي حمد مبارك عليكم ما تبقى من الشهر علينا وعليك يا رب الله يسلمك يا هلا فيك بخير الله يسلمك تبي تربحين الكاش اكيد عندنا هو يربح الكاش ينسى سيارات الريال ينسى سيارات انا انسى لما ادق على الراي اقول لهم برجع انا ان شاء الله ما انسى الكاش يلا خلينا نشوف الشاشه واختاري اللعبه عطنا لزمتك حمد وايد زين وايد زين بريك بريك حلوين سكتش ركزي ويا المعلومات هذه
بعض المعلومات اللي راح نقولها من خلال السيارات اللي متواجدة في متحف السيارات، والسؤال راح يكون عند حمد. تفضلي. اوكي. يلا. كادلاك فلينتود لوموزين من ايام 1961، موديل جدا جميل يمتلكها المرحوم الشيخ صباح السالم الصباح، اللي اذكره ان هذه السيارة كانت تعتبر سيارة رئاسية، كان يستخدمها الشيخ الله يرحمه في حضوره حق المؤتمرات وحق الاجتماعات. اللي يميز هذه السيارة مثل ما انتم شايفين في فاصل زجاج بين السايق ومقعد الشيخ الله يرحمه، وفي ايضا مقاعد خاصة للحراس المختصين للشيخ صباح السالم، ولونها اسود. هياب، يعني انا قاعد اقول اللي اذكر وانا مواليد الثمانينات. ركزتي على المعلومات؟ ايوه. ركزتي على لون السيارة؟ ايوه اسود. بس مو هذا السؤال. السؤال مو عن... يكون سؤال سهل. السؤال جدا سهل، هي انقالت المعلومة لو كنتي مركزة، بس خلاص. سؤال عند حمد، حمد اسأل السؤال ويا التايم. في أي سنة تم صنع السيارة؟ حلوين. 1961. صح. 1961 يا كبيرة. حلوين. مشكورين، جزاكم الله خير. الحركة هذا راي مزاد. هم أقول ينسى سيارات. شكرا لك. شنو حابة تقولين؟ مشكورين على هالبرنامج وجزاكم الله خير، وصراحة البرنامج أصداء يعني واسع عندنا في عمان وفي كل الدول العربية، ومشكورين جزاكم الله. يعني خير. يعني لو نروح عمان نفتح جراج هناك ينفع؟ أكيد بيتي. إنزين حلوين، يعني نروح إن شاء الله نفتح جراج في سلطنة عمان. تحية كبيرة لكم وشكرا على اتصالك. $200 مني أنا، و50 من حمد. زين راح نعكس هالمرة عشان لا يقولون حمد هو الأقل. خل أنا 50 عندي والجواز عند حمد، بس أنا أشوف أنت شوف إيدي كم أقول لك. أوكي 250 ألف مبروك لك الكاش. ناخذ بعد اتصال أحمد من الكويت. وشهاب، هلا. يا هلا فيك، شلونك يا أبو شهاب؟ الحمد لله طيب حبيب قلبي. أنت وين ساكن؟ جابر الأحمد. جابر الأحمد قريب، ورا الراي، بعيد ورا الراي. يعني هي ورا الراي بس يعني مسافة. أحمد وياك، أحمد ويا حمد ويا الألعاب. هلا والله. هلا فيك. الله يسلمك، العام وانت بخير. تصبح السلامة. الله يسلمك، يلا نلعب. يب. توكل على الله. يلا يا أحمد. بريك. شنو تتوقع هذه حبيب؟ يعني شنو يبالك من الألعاب اللي لعبناها؟ هذه سيارة. صح. اي صح. علوش سجل عندك الريال ولا غلطة. نروح السيارة يا أمور. يلا. شوف هذا. ما وقفت على الأرقام. يقول أرقام سيارة. مخصوم من راتبك 50 دينار. 50 دينار. باخذ من حمد عادي. يلا حمد تعال وياي. يلا حمد سوق. يلا اوكي، يلا خلينا نخلي حمد يسوق. احمد هلا. بعيد عنا نيل لك؟ ها؟ لا مو بعيد. طيب راح يشغل لنا الميوزك الحين حمد، ولازم تعرف شنو هي الاغنيه. اوكي ان شاء الله. يلا حسام. حسام يا سلام عليك راعي مزاج. حسام الرسام. اعطوني تايم. شو اسم الاغنيه؟ ما اعرفها والله. حط عينك بعيني. اوكي اوكي فهمت. هي عيد الاغنيه. عيد الاغنيه. عيد النظره. اسمها واحد. عيد النظره. لا مو النظره، عيني. هو شنو قال؟ عيني بعين. عيني بعينك يا كبير. حلوين، خلنا نسمعها ويا بعض. حسام الرسام. خوفك يقتلك وهسه تقول لنساك. خوفك يقتلك بس مطلع حاطينه. ما لقيت غير خوفك يقتلك. خلنا ننزل يابا. يلا حلوين. حمد على ما يجيب لنا الخمسين، على ما يوصل انا اقول لك 200 من 250. 250 250 الجائزة هذه؟
هذا ايه قولها نسيت صح 250 هي اي 250 من عندي اوكي صار كم 300 حلو 300 دولار ناخذ بعد اتصال ساره نقعد شايش يلا اخر اتصال بحلقتنا لليوم ريم من المملكه العربيه السعوديه كل عام وانت بخير وانت بخير شلونك عبود تمام بخير شلونك انت الحمد لله انا حبيت اقول لك شيء تفضلي طبعا انت عرفني صح لا لو كنت يا بلا ورعان برامج الورعان ولا لا ممكن ايام سيد الابطال يمكن ايه انا مو انا صاحبة الهاشتاج اللي عطتك يا اجمل ما خلق ربي الله يسلمك البرنامج مره يجنن وبدعت والله الله يخليك يا رب وانا مره مبسوطه يا كيف الحين الله يسلمك اقول لاخواني حمد العماني وعلوس منورين حمد وعلوش منورين طبعا موجودك. حمد منور اكثر اقعد زين في تكايه صراحه مشكوره ما اقول بدون اللعب ايش رايكم شكل حلو يعني قالت لا والله بشويه حلفني يقول لعبها يلا خلينا نشوف عند حمد وياك حمد يلا نلعب يلا تعبناك حمد لا عفو عليك شوف شوف ايوه بس عشان ساره تدري انا ليش اسوي شيء سكتش شوف الفيديو هذا وركزي فيه اوكي خليك على وجهي خليك يلا ترى هي تقصدني يلا ركز على قلبك مثل ما للسيارات الرياضيه عشاق ايضا للكلاسيك ديزاين عشاق كادلك الدورادو موديل 1958 بهذه الفتره كانوا يحاولون يوصلون حق القمر علشان كذي ديزاين السياره من الامام يشبه الصاروخ السيارة بابين يتبطلون عكس بعض والسقف بالكامل مصنوع من مادة الستيل من الناحية الميكانيكية السيارة فيها 3 كاربوريتر 8 سلندر وتبديل الجير فيها أوتوماتيك والله ما أدري شنو أسأل ها حمد شو رأيك شنو اللي بخاطرك تسأله ودي أسأل شباب حق سيارة أسهل من كده ما فيش عطونا تايم كم باب حق السيارة؟ كم باب حق السيارة؟ اثنين بابين، وشان يتبطلون قلنا؟ عكس بعض، يعني مو يتبطل باب كذي ويتبطل باب نفس العادي، لا يتبطلون كذي كذي يتبطلون حلوين، يعطيك العافية شكراً لك وما قصرتي ولك حبتين من عندنا في برنامج جراج عبد الله كذي؟ 200 من عند حمد احنا ترى قاعد يقول 200 شكرا لك يعطيك العافيه حمد يعطيك 200 دولار وانا اعطيك كم تستاهل 50 دولار لا لا 150 50 ما يلا والله عشان يكون 150 50 50 يعني كم صاروا 250 دولار 250 دولار زراف حلوين شكرا لك علوش في النهايه طبعا نشكر كل اللي تواصلوا وشاركوا ويانا في برنامج المسابقات قراج عبد الله لليوم بصراحة زاد هذا المكان نور فناننا القدير حمد العماني شكرا الله يسلمك حبيب قلبي انتوا اللي يعطيكم ألف عافية والشباب اللي ورا يعطيهم ألف عافية إن شاء الله الله يعافيك شنو حاب تقول للناس حق مسرحيتك كل عام وانتم بألف خير حياكم إن شاء الله عندنا بمسرحية بياع الجرايد إن شاء الله راح تستمتعون وتشوفون مسرحية هذا علوش شنو دورك بالمسرحية جريدة مو أنت حمد بياع الجرايد أنت البياع هاك بيا لنا يعني شيء المفروض شيء اللي هاي يعطيك العافية حمد شكرا والله نورتنا بصراحة وسامحنا إذا أديناك شوية في الميكانيكية بالعكس وايد استمتعت والله الله يخليك علوش شم تقيم فنانة حمد ريلي ريلي is my favorite يا بعد ريلي بليفني مو مراد يقول أنا أقول لك شنو يعني كنت رائع صراحة عشرة من عشرة لازم أسكت عشان أختم أشوفكم عجيب ريحة حلقة باكر عجيب ريحة